طيب هل كان يعني خلينا ننتقل كمان بعد هذه المرحلة، بعد مرحلة الطفولة وحكاوي الحبوبات، بعد ذاك مرحلة الدراسة اللي فيها نميت أنت المواهب وقدرت تصقلها. انا نميت بدون قصد يعني كده، بس كنت بحب القرايه يعني. انا لازم يشيل عبور، انا كنت بمسكهم ماسك ايوه كتاب. لانه ده توجه حقيقي جواك، ده فطره كده. نعم فطرتك يعني. يعني ممكن يكون اللي الشباب اللي في مرحله الدراسه بيلعبوا كوره يكون ده توجه رياضي، لكن انت توجهك ابداعي وادبي بحت. يبدو انه لا مش كده، لانه توجه يبدو لانه انا كنت رجل نحيف كده. نعم الكوره ده رجل معطل برضو بكون، لكن احتمال احتمال، لكن طبعا القوة ما بس في البدن، القوة أيوة كمان قوة في أيوة العقل صح. أستاذ صديق. نعم. يعني مرحلة الشباب، طيب يعني تذكرت انه دائما انه مرحله الشباب انت اهتماماتك كانت مختلفه، ما زي باقي الشباب ممكن اي يكون صحيح. رياضه وكوره. لكن المدن اللي انت تنقلت فيها، هل بعد مرحله الدراسه انتقلت لمدن؟ خلينا نتكلم عن أيوة مرحله الشباب أيوة. بصفه عامه والمدن اللي تنقلت فيها، وكلمنا عن تاريخها. اي كويس والله. انا نشات في كوستي. كوستي دي كانت مدينه زي تعتبر مدينه عماليه. نعم. وبعدين فيها النقل النهري والسكة حديد، وفيها كمية من المصانع، مصانع السكر، مصانع اللحوم، مصانع الأسمنت، وده من بدري شديد. صحيح. ففيها تمازج من السودان من كل قبائله، وفيها تسامح، وفيها ثقافة عالية جدا بالتأكيد، وفيها ذكاء، لأنه هنا في ناس بيجوا يشتغلوا وفي تنافس يعني. فإذا أنت ما كنت شاطر ما بتقدر سبل الرزق يعني، ما بتقدر فعلا. تجيب، لأنه من مختلف البيئات. فكانت فيها أندية ثقافية، وفي الناس بيجوا يقدموا الشعر، وفي ندوات سياسية، بيجوا الأحزاب بيجوا بيعملوا ندوات. احنا كنا صغار من أجل نحضر، ما بنعرف اللي بيقولوا، لكن ما شوي شوي بقينا نعرف من أجل كل الاتجاهات. نعم. يعني ما عندنا اتجاه معين، لكن الاتجاه أي اتجاه يجي يكون عنده ندوة بنحضرها. أي مثلا كانت بتجي مسرحيات من الخرطوم تجي في كوستي، أي فنان جاء